طبعا نقص كميات المياه هذا يعيق من قيامها بالواجبات المنزليه والمسؤوليات المنزليه المترتبه عليها. بالتالي لما الميه ما تكونش موجوده هي حتضطر انها تسهر لساعات كثير متاخره بالليل حتى يوميا، وهذا الامر بيعيق من حصولها على الكفاف والامن والراحه. بالإضافة إلى أنه للأسف نتيجة لسوء الأوضاع المائية كثير من الشباب والرجال بصير عندنا هجرة ونزوح، وبالتالي هذه المرأة تبقى وحيدة لا يوجد لها سند، هي المسؤولة عن توفير الغذاء والأمن والطاقة لكل أفراد أسرتها، وهذا طبعا شيء يرهقها ويتعبها جسديا ونفسيا. بالإضافة لما بنحكي إحنا في عنا تلوث في المية، هذا بشكل كبير يؤثر على الأشخاص اللي مناعتهم قليلة، وهنا بنتكلم على النساء الحوامل والنساء المرضعات. وطبعا نتيجة لأنه صار في عنا ضغوطات على المرأة، ممكن الكثير من النساء والفتيات تجبر بناتها الفتيات على ترك المدارس وبالتالي يتخلوا عن دراستهم حتى يغطوا معها جزء من هذه الأعباء المنزلية. لما نتكلم على النساء المزارعات، طبعا احنا عارفين انه النشاط الزراعي يعتبر من الاعمدة الرئيسية لتحقيق التنمية الوطنية. لو كانت المزارعة هذه هي المعيل الوحيد للأسرة، وبالتالي صار عندنا نقص في المياه، المزارعة هذه خسرت موسمها بشكل كامل، وبالتالي خسرت اقتصادها وتراجع وضع الأسرة بشكل كبير. بالإضافة إلى أنه كثير هذا يعيق دورها في المشاركة المجتمعية وصنع القرارات. في ظل هالمعاناة اللي حكيناها للنساء والفتيات في مشكلة انعدام الأمن المائي، كيف يمكن للمرأة إنها تقود تغيير وتقدم حلول لمشكلة انعدام الأمن المائي؟ طبعاً جميعنا يعلم إنه المرأة دائماً وأبداً موجودة في قلب التوعية. المرأة هي ربة البيت، هي اللي تتعامل بصورة مباشرة مع المياه من خلال الأنشطة المنزلية المختلفة. فلو كانت قدوة حسنة لأطفالها، لو قامت بترشيدهم وتوعيتهم انه كيف احنا نرشد استهلاك المياه وقت الضرورة وكيف الاستخدام الصحيح والأمثل للمياه، نقطة كثير حتكون كويسة. الشغلة الثانية، المرأة هي المرأة المزارعة الموجودة في الحقل، لو اتبعت أنظمة الري الموفرة للمياه، في عندنا أنظمة الهيدروبونيك الزراعة المائية، الأكوابونيك الاستزراع السمكي، هذه كلها طرق حديثة تعمل على ترشيد استهلاك المياه بنسبة 80%. لو شجعنا مشاركة النساء والفتيات الرياديات في المشاريع الخضراء والمبادرات المتعلقة بالمياه، لو احنا هدول الفتيات اخذناهم ودربناهم كيف انهم يعملوا تصاميم باستخدام برامج محوسبة، برنامج الاوتوكاد، برنامج الووتر كاد، برنامج المود فلو، يعملوا تصاميم لشبكات مياه الري وشبكات مياه الامطار وشبكات الصرف الصحي. وبذلك التوصيات لابد من ادماج المرأة في البرامج التدريبية المتعلقة بالمياه، تشجيع استثمار طاقتها في مشاريع المياه ومعالجة المياه العادمة ومحطات تحلية المياه، توفير فرص آمنة لتعليم النساء والفتيات وتطوير قدراتهم.